خرجنا في خلال ال 18 و19 تقريبا من المسح ده ومن المبادرات دي بقدرة صحية لا بأس بها. دي اللي احنا دخلنا بيها وتعاملنا بيها مع الكوفيد 19 يعني. طيب ده فيما يخص القطاع الصحي في مصر. زي ما كل الدول لما كانت بتاخد إجراءاتها طبقا لتقديراتها لحجم التحدي كإصابة وطبقا للمنظومة الصحية اللي موجودة فيها. المنظومات الصحية في دول خدت إغلاق كامل لفترات ليست بالقصيرة، وفي دول خدت إغلاق مؤقت. إحنا كنا من الدول اللي أطلقت استراتيجية خاصة بالإغلاق المؤقت بعد الاحتفاظ بالإجراءات الاحترازية اللي تكفينا شر هذا المرض بقدر الإمكان. والحقيقة النتائج اللي تحققت سواء كان في الإصابات أو في حالات الوفاة اللي موجودة في مصر تعتبر قياساً بالدول اللي مثيلة لنا بالعدد، تعتبر إيجابية جداً. ده فيما يخص المسار الصحي كمسار كان له تأثير كبير على استراتيجيتنا في إدارة مجابهة الكوفيد في مصر. فيما يخص الاقتصاد، احنا بدأنا في نوفمبر 2016 برنامج للإصلاح الاقتصادي، وأتصور إن احنا لو ما كناش أطلقنا هذا البرنامج واللي كان فيه قسوة شديدة علينا كمصريين، أنا بتكلم على الشعب والرأي العام في مصر، أتصور إن احنا كان هيبقى موقفنا لو ما كناش عملنا هذا البرنامج إن كان هيبقى تداعيات الموقف الاقتصادي في مصر أكتر كتير لو ما كناش عملنا هذا البرنامج. احنا النهاردة خلصنا البرنامج ده اللي أطلقناه في نوفمبر 2016 زي ما قلت، خلصنا المرحلة الأولى وشغالين دلوقتي في المرحلة الثانية. أنا عايز أقول لكم إن ده خلى الاقتصاد المصري مستعد يتحمل صدمات أكبر اللي هيسببها هذا الوباء على العالم كله وعلى مصر أكيد. بس احنا كمان بالمناسبة كنا شغالين واحنا بنتكلم على الاقتصاد في مصر على مشروعات قومية كثيرة عشان يعني نحقق التنمية المطلوبة ومعدلات النمو اللي احنا بننشدها وتجهيز الدولة للانطلاق لمستقبل أفضل. فأنا عايز أقول إن كان ممكن ناخد قرار ساعتها في إن احنا نعمل إيقاف كامل الأنشطة، لكن احنا ما عملناش كده. احنا زي ما قلت عملنا استراتيجية تستهدف إن احنا نحافظ على معدلات العمل والمشاريع اللي احنا بنتحرك فيها، وفي نفس الوقت نعمل إجراءات احترازية قوية تكفينا شر الكوفيد وتأثيراته. طيب تأثرنا طبعا، قطاع الطيران في مصر تأثر، قطاع السياحة في مصر تأثر بشكل كبير جدا كمان، ولكن احنا كان برضو لنا تحرك من الحكومة بمبادرات اقتصادية كانت تستهدف إعطاء دفعة للاقتصاد المصري في لتعويض لتأمين الدولة خلال مرحلة المجابهة ديت.